مرحبا بكم في اخر نشراتنا الرياضيه لليوم، والبدايه باخر اخبار النجم الرياضي الساحلي. اسبوع قبل انعقاد الجلسه العامه الاستثنائيه الانتخابيه، واربع ايام قبل غلق باب الترشحات لرئاسه الفريق نهار الثلاثاء الجاي 26 جويلية، واليوم اجتمع والي الجهه مع رجال الاعمال والداعمين لتدارس وضعيه النجم الرياضي الساحلي ومحاوله ايجاد حلول. اكثر تفاصيل ناخذوها من عند مراسلنا في سوسه نجيب المجلسي. نجيب مرحبا بك. مرحبا بك احمد، تحيه ليك، تحيه لسمع فينا الكل. كما قلت جلسه اليوم كانت بجامعه ويلي الجهه السيد نبيل فرجاني بثلم رجال الاعمال المحسوبين على النجم الساحلي والمدعمين. جلسه كانت مثمره الحقيقه، باعتبار انه تم طرح بعض الحلول وتم طرح زاد بعض المقترحات. الجلسه اللي شهدت حضور الحاج رضا الغزي المسؤول السابق في النجم الرياضي الساحلي، واللي عنده فكرة شاملة على ديون الفريق وعلى حاجيات الفريق خاصة في المرحلة القادمة وفي الأيامات القادمة، خاصة قبل موعد 31 جويلية، اللي هو تقريبا موعد خلاص بعض المشاكل وبعض الملفات، منهم ملف سليمان كوليبالي. الجلسة هذه يمكن صارت فيها بعض المقترحات اللي تقدموا بها حتى رجال الأعمال، ووعدوا بالدعم، ووعدوا أيضا ممكن من بين المقترحات أنه تشكيل هيئة مديرة أو لجنة إنقاذ تضم مجموعة من رجال الأعمال، ويتم اختيار شخصية بيناتهم أو شخصية توافقية تقود على النجم الرياضي الساحلي في المرحلة القادمة. كما قلنا بكري في ليكاب سبور، الموضوع مازال بعض المقترحات في انتظار أنه تتبلور أكثر الأمور في الأيام القادمة، ويمكن بعد يمكن غلق باب الترشحات وقت النجم نحكيه على الموضوع هذا، ونحكيه على لجنة إنقاذ اللي تقريبا من بين المقترحات اللي تقدم بها حتى ولي الجهة، واللي حرص مع رجال الأعمال أنه لازم الناس كل تقف في الظرف الحساس وظرف الدقيق اللي يمر به النجم الرياضي الساحلي. شكرا لك نجيب، وأكيد بإذن الله باش نتبعوا موضوع النجم الرياضي الساحلي ورئاسة الفريق في قادم الأيام. تم اليوم انتخاب القائمة الوحيدة المترشحة لرئاسة الملعب التونسي، قائمة محمد محجوب اللي رسميا ولا رئيس الملعب التونسي للفترة الرئاسية المتبقية للهيئة المتخلية هيئة نور الدين بن بريك، واللي باش تتواصل مازال فيها عامين. الهيئة متكونة من محمد محجوب كرئيس، يوسف العرفاوي، فوزي الزهاني، أنيس بن فلاح، أحمد ريزا، محمد أنيس البوبكري، محمد علي بلايش، ووجدي بن ساسي كأعضاء. الانتدابات، العودة للتمارين، غلق ملف النزاعات والأهداف، هذا كل في تصريح السيد أنيس بن فلاح اللي هو النطق رسمي جديد للملعب التونسي في تصريحه لموزايك مباشرة بعد انتخاب الهيئة المديرة الجديدة للملعب التونسي. عدد المنخرطين كانوا تقريبا في حدود 121، اللي حضروا 94 منخرط، وقاع التصويت على القائمة اللي ترأسها سي محمد محجوب بالإجماع، معناها 94 منخرط الحاضرين صوتوا عن القائمة هذه. إن شاء الله الهدف نتاعنا باش يكون ضمان البقاء بطريقة مريحة في الرابطة الأولى. بالنسبة للانتدابات وسرعنا فيها، وإن شاء الله مازال عنا انتدابات أخرين باش نقوموا بها في قادم الأيام، وزاد عنا تربص مغلق بحمام بورقيبة، إن شاء الله زاد باش تدخلوا بعض المقابلات الودية، ريبريز متاع ليزونترينمون إن شاء الله باش تكون نهار غرة أوت 2022. عنا بعض الملفات اللي يلزمنا نسكروهم قبل معناها ما ياخذوا حجم كبير ولا يمثلون حقق أو مشكلة، هما كيما دوسي أباتا مثلا اللي هو فيه إشكال قانوني صغير، إن شاء الله معناها بس نستغلوا احنا الشيء هذا، وإن شاء الله بستكروا الموضوع هذا في أقرب وقت ممكن. فاز منتخبنا الوطني الأوسط اليوم على في أولى مبارياته في كأس العرب المقامة في السعودية، انتصار منتخبنا جاي ضد البحرين ب3-0، أهداف كل من يوسف سنانة، محمد وائل الدربيلي وعزيز عبيد. المباراة هذه شهدت تتويج الظهير الأيمن للمنتخب الوطني التونسي ولاعب نادي الرياضي الصفاقسي، هو مواليد 2003، محمود غربال بجائزة أفضل لاعب في المباراة. المباراة القادمة لمنتخبنا باش تكون ضد جيبوتي نهار الخميس 28 جويلية، ماضي 3 متاع العشية، وباش تكون منقولة على الوطنية الثانية. خارج تونس، بعض المباريات الودية في سيكون، فاز على ان اي سي ناين من خين، هكا ناين من خين الهولندي، الصخيري كان اساسي وخرج دقيقة 65، كولن فاز 5-0. بوروسيا دورتموند انهزم امام فيا ريال ب2-0، ميدلزبرو فاز على اولمبيك دو مارسي 2-0، ودفنتي فاز على تشالكو نولفير 3-1.
في اخبار الميركاتو، جيان لوكا سكاماكا مهاجم ساسولو وحسب لاغازيتا ديلو سبورت وسكاي سبورت اقترب بشكل كبير من الانضمام الى ويست هام يونايتد الانجليزي بعد ما كان في وقت من الاوقات هو الهدف الرئيسي للبي اس جي. سكاماكا باش يمضي مع ويست هام عقد قيمته 36 مليون اورو و6 ملايين في شكل امتيازات مع 10% لساسولو في صوره بيع اللاعب لفريق اخر. الأوكراني أوليكساندر زانتشينكو انضم إلى أرسنال الإنجليزي قادما من مانشستر سيتي بعقد طويل الأمد. زانتشينكو هو ثاني لاعب ينتدب أرسنال من السيتي سيف هذا بعد المهاجم جابرييل خيسوس، وهو خامس انتداب للجنرز في الميركاتو الصيفي الحالي. في المقابل اقترب تشيلسي من إتمام صفقة انتقال المدافع المحوري لفريق نادي إشبيليا جورج كوندي بعد انسحاب البارسا من السباق نحو الفوز باللاعب بسبب ارتفاع سعره وليبلغ 60 مليون يورو. والبرازيلي داني ألفيش 39 عام انضم إلى نادي بوماس المكسيكي لموسم واحد. انتقال داني ألفيش يأتي في رغبة من اللاعب في المشاركة في مونديال قطر مع منتخب بلاده نهاية السنة الحالية بعد ما شارك في مونديال 2010 و2014 وغاب على مونديال 2018. النشرة هذه وكل أخبارنا الرياضية تلقاها على موزايكا فام والنت.